تلاشت خيوط الشفق واختفت حمرتها. لقد غابت الشمس منذ ساعة أو نحو ساعة، ولكن عمر بوهاما لم يبرح مكانه. الجو صيفي، وظل جالسا على رمل شاطئ الفنيدق. هي ليلة أخرى في العراء تنتظره. طيور النورس التي كانت تتحرك على الشاطئ اختفت، ولكنه يسمع أصوات سرب منها تمرد على الطبيعة، وظل يحلق فوق البحر والشارع الكبير المفضي إلى باب سبتة المحتلة. هدير الموج يهيمن على السكون الذي يوحي به المكان، ومن ورائه من أعلى تأتي أصوات منبهات السيارات ووقع خطى وقهقهات من يأتون للاستمتاع بالنسيم وهم يتلذذون بمثلجات أو بحبات بذور عباد الشمس. كل صباح تشهد قشورها المنتشرة على مدى الكورنيش على مرورهم من هناك. لم يكن عمر مثلهم، لم يأتي هنا ليستمتع بالنسيم. ما كان يشد اهتمامه آناء الليل وأطراف النهار أن يتمكن من التسلل إلى سبتة. لقد وصل إلى هنا منذ 10 أيام. لم يكن معه من المال ما يكفيه لتوفير ما يحتاجه من طعام، ولم يفكر قط في البحث عن غرفة في نزل يأوي إليها كلما جاء الليل. في المطاعم القريبة من سوق المسيرة كان يجد أغلب الوقت من يدفع له ثمن وجبة من الطعام، وأحيانا كان يحصل على بعض المال صدقة. ما لم يكن يراه الذين يتصدقون عليه، دمعه الذي ينسكب غزيرا على خديه كلما آوى إلى نفسه وجاء إلى الشاطئ، يقتعد رمله أو صخرة ويتوارى عن الأنظار ملتحفا حلكة الظلام. لم تكن ظلمة طبيعية بقدر ما هي ظلال للجدار الذي تمتد بامتداده الطريق المؤدية إلى باب سبتة. في تلك الليلة، ليلة الرابع إلى الخامس من غشت من العام 2006، وبينما هو في المكان الذي ألف المجيء إليه وكان يقضم من سندويش تونة ويرشف من قنينة مشروب غازي، لمح ومضة ولاعة قدحها شخص لم ينتبه إلى وجوده هناك. لم يكن يبعد عنه سوى بضعة أمتار، ظنه أشعل سيجارة، وما لبث أن بلغه دخانها وأدرك سريعا أن ومضة القداحة كانت لإشعال لفافة من حشيش. لم يستغرب، هو يعلم أن الحشاشين كثيرا ما يبحثون عن أماكن متوارية على الأنظار لتناول مخدرهم. ثم توالت موجات دخان لفافة الحشيش تأتي إليه. لم يتحرك من مكانه، يعلم أن كل ردة فعل منه ولو كانت كحة ستجعل ذلك الذي يدخن ولا يرى وجهه يفتعل شجارا، ويعلم جيدا أنه ليس بحاجة إلى ذلك. رفع بصره إلى السماء. الأضواء القوية التي تنبعث من مصابيح الشارع تخفي النجوم ولا تدع له فرصة لتأملها، ولكنها تكشف ما يراه غريبا، التحليق الليلي لطيور النورس. فجأة انتبه إلى أن ذلك الذي كان يدخن الحشيش غير بعيد قد نهض ويقبل جهته. تساءل وقد تسارعت دقات قلبه عما إذا كان يريده هو. هل ينهض من مكانه ويهرب؟ هل يظل حيثه ويواجهه؟ لا يرى وجهه. رأى جمرة اللفافة التي في يده تزداد احمرارا ثم تهوي على الرمل. الشبح يتقدم نحوه. الآن يرى وجهه الملتحي. المشي على الرمل يبطئ تقدمه. تماسك عمر مكانه مترقبا. لما صار الرجل على بعد خطوتين نظر إليه مليا، ثم بنبرة متثاقلة بسبب تأثير الحشيش سأله: ماذا تفعل هنا؟ لم يرد عمر، ظل ينظر إليه ثم نهض. أربك ذاك الذي حاول أن يفرض عليه هيمنته: وما شأنك أنت؟ لم يرد، واصل السير على الرمل. يعلم عمر أن عليه ألا ينخدع، فقد يكون مضى ليعود ومعه شخص آخر وربما أشخاص آخرون. ظن أن الأسلم له أن يغادر المكان ويبحث له عن مكان آخر يمضي فيه الليل. ارتقى إلى الشارع.
كانت الحركة لا تزال دائبة في المدينة، وافدون كثر من مدن مغربية أخرى. مشى حتى صار على مشارف باب سبتة. أضواء المدينة المحتلة تتراءى له قريبة، ولكنه يعلم أن الوصول إليها ليس هينا. منذ 10 أيام الآن وهو يفكر في السبيل التي ستجعله يعبر إلى هناك. يظن أنه إن تمكن من ذلك فسوف يكون قد خطى خطوة حاسمة لتحقيق ما يحلم به، أن يعبر إلى الضفة الأخرى من البوغاز إلى أوروبا. عاد أدراجه وقد بدا وكأنه نسي أمر ذلك الحشاش. قرب باب السوق عثر على صندوق من الورق المقوى، حمله ومشى إلى حيث موقف سيارات الأجرة. الحركة شبه متوقفة هناك. على بعد خطوات في مكان لا يمر منه أحد، فكك الصندوق واتخذه فراشا. تمدد مستلقيا على ظهره. من حيث هو، حيث لا تصل أنوار الشارع، تمكن من رؤية النجوم، ولكن أيضا أسرابا من طائر النورس تحلق وكأنها تتبع خطوطا دائرية لا ترى. يتأمل النجوم البعيدة الملتمعة، ولكن تفكيره كله في الوسيلة التي ستمكنه من التسلل إلى سبتة. ثم ما لبث أن أغمض عينيه واستسلم، لقد هزمه النوم. لم يخطط عمر بوهاما ذو 24 عاما للمجيء إلى مدينة الفنيدق، بل إنه لم يكن يفكر في الرحيل عن مدينته مكناس التي ولد بها ونشأ، وحيث تعلم حرفة الصباغة. كان يفكر في الزواج، لقد أحب عائشة ابنة الجيران، وكان يفكر أن يبعث أمه لتخطبها له. كل ذلك تبخر واحترق وصار رمادا تذروه الرياح. يعلم أنه لن يستطيع العودة إلى مكناس، ويعلم أن أمه التي بذلت الكثير من أجله منذ أن توفي والده تعاني بسبب اختفائه المباغت الذي لا تعلم له سببا. ما لم يكن يعلمه أنها في اليوم التالي لاختفائه، وبعد أن بحثت عنه في كل مكان، وبعد أن سألت كل أصدقائه دون أن تجد ما يدل على الوجهة التي أخذ، تقدمت ببلاغ اختفاء إلى الشرطة. في تلك الليلة التي أمضاها غير بعيد عن محطة التاكسيات، استيقظ مذعورا أكثر من مرة. كانت صورة المعلم المختار الصباغ الذي كان يشغله ضمن مجموعته توقظه. عيناه جاحظتان، كذلك رآهما قبل أن يتركه في المحل الذي يودع به السلاليم وباقي معدات الصباغة. لقد خنقه لأنه رفض أن يدفع له مقدما عن أجر الأسبوع، ثم تركه ممددا على الأرض. فتش جيوبه فعثر على 500 درهم. لم يكن أمامه من خيار إلا أن يهرب. تجرد من ملابس العمل وارتدى ملابسه النظيفة وانتعل حذاءه الرياضي وغادر المحل بعد أن أغلق الباب. كان الوقت مساء، وظن أنه إن ذهب إلى المنزل فإنه سوف يقبض عليه سريعا. كل ما صار يفكر فيه أن يغادر مكناس وأن يمضي إلى أبعد ما يمكنه. قصد إلى محطة الحافلات وركب واحدة كانت منطلقة إلى طنجة، ومن طنجة ركب سيارة أجرة إلى الفنيدق. تلك كانت رحلته التي جعلته يخرج من مكناس التي لم يكن يظن أنه سيتركها يوما ما. لا يشك أدنى شك في أنه قتل المعلم المختار. كانت لحظة غضب ارتكب فيها جريمة قتل لم يكن يريد أن يرتكبها، كذلك كان يحدث نفسه. مساء ذلك اليوم كان على موعد مع عائشة ابنة الجيران. لقد وافقت أخيرا على اللقاء به للمرة الأولى وسط المدينة في مقهى مشهور، وكان يريد المال ليدفع به ثمن ما سيتناولانه من مشروبات وحلويات. كان يريد أن يبدو كريما سخيا، وكان يريد أن يبوح لها بمكنون قلبه. لم يكن يراوده شك أدنى شك في أنها تحبه، ولكنها لا تريد البوح بحبها. وها هو قد خسر كل شيء في لحظة غضب. لم يكن المعلم المختار رجلا شريرا، ولكنه كان صارما في مواعيد الأداء،
ولذلك لم يرغب في أن يدفع له مقدما عن أجر الأسبوع لأنه لم يقدم مبررا لطلبه. نهض من مكانه، نظر إلى قطعة الكرتون، هل يأخذها معه أم يتركها؟ خمن أنه سيجد غيرها ليفترشها في الليلة القادمة. قرر أن يذهب إلى باب سبتة ليتحين الفرصة التي قد تأتي ويتسلل إلى داخل المدينة المحتلة. لما وصل إلى هناك اكتشف حركة رائجة، مئات ينتظرون العبور راجلين وعلى متن عشرات السيارات. أثار انتباهه سيارات كثيرة متهالكة، سيعلم لاحقا أنها سيارات يستعملها المشتغلون في التهريب، يدخلون سبتة ويحملونها بضائع من أنواع شتى من مخازن المضربة، ثم يغادرون وجهتهم مدينة الفنيدق. وقف يراقب حركة المرور، ولما رأى رجلي شرطة يقبلان جهته تحرك من مكانه وذاب وسط الجمع. ثم إنه ارتقى التلة المطلة على مدخل باب سبتة، بدا له سهلا التسلل، وفكر في الاختباء داخل سيارة لأحد المهربين. ليس بمقدوره أن يدفع له مقابلا، ولذلك فإنه سيراهن على التسلل إلى واحدة من تلك السيارات الكبيرة، حتى إذا ما أحس بها قد عبرت إلى سبتة تسلل نازلا وانطلق إلى عمق المدينة. سيكون عليه أن يكتشف فضاء لم تطأه قدماه من قبل. بدا له ذلك ممكنا، بل إن حماسه جعله سهلا في نظره. عليه أن يختار الوقت المناسب والسيارة المناسبة. وقع بصره على سيارة كبيرة، سائقها لا يهتم كثيرا بما يدور من حوله. كان رجلا في منتصف العمر، ولم يكن على عكس أغلب المهربين لم يكن يغادر سيارته. الآخرون ينزلون مرات متكررة ويتفقدون صناديق الأمتعة مرات ومرات، ومنهم من كان ينهشهم التوتر فيخرجون سندويشات وفواكه ينهشون ويقضمون بلا توقف. نزل من التلة وعاد يختلط بالمنتظرين. اقترب من السيارات المتوقفة في صفوف طويلة، دنا من تلك السيارة الكبيرة. عليه أن يفتح الباب الخلفي ويكمن في الداخل. تحين فرصة انشغال صاحب السيارة والذي يسوق تلك التي تليها، ففتح الباب الخلفي. لم يكن ذلك صعبا. في الداخل صناديق فارغة وأكياس، زحف واختبأ خلفها وتغطى بالأكياس. تحركت السيارة ثم توقفت، وتكرر الأمر مرات كثيرة، واستغرق ذلك وقتا طويلا. كان يحس بتوتر شديد، هي اللحظات التي ستقوده إلى حيث يريد أو سيتم فيها القبض عليه. سمع صاحب السيارة يتحدث إلى أحدهم، وفهم من كلامهما أنهما يتحدثان عن البضائع التي سيخرجانها من سبتة. ثم أحس به وقد نزل من سيارته وسمع الباب يغلق، وبعد ثوان سمع الباب الخلفي يفتح. ظن أن الرجل سيكتشفه، ولكنه عاد وأغلق الباب، وأيقن عمر أنه لم يتفطن إلى وجوده ولم ينتبه إلى تسلله من قبل، وحسب أنه نجح. تحركت السيارة من جديد ثم توقفت، ولكن توقفها لم يطل كما في السابق. لا يستطيع رؤية ما يجري في الخارج. ظن أن السيارة وصلت إلى حيث الجمارك الإسبانية، وسمع السائق يتحدث بالإسبانية مع أحدهم. ثم انفتح الباب الخلفي، تملكه خوف شديد وصار يتصبب جبينه عرقا. أحس بأحدهم صعد إلى السيارة وحرك الصناديق، ولكنه لم ينتبه إليه وقد تغطى بالأكياس. سمع وقع الخطى المتراجعة والباب يغلق. تحركت السيارة، قال لنفسه إنه نجح في التسلل إلى سبتة. أحس بالسيارة تتبع طريقا مرتفعا، من أجزائها المتهالكة يأتي اصطكاك وأصوات شتى تشي بحالتها المتدهورة. ثم أحس بها تستعد للوقوف، وجاءه صوت السائق يحيي أحدهم اسمه البشير، ثم آخر اسمه علال. توقفت السيارة، لا مجال للانتظار، عليه أن يغادرها فورا.
لما وقف أحس بدوار وكاد يقع، ولكنه تماسك وهرول إلى الباب، كيف له أن يفتحه ولم يفعل ذلك من قبل. ثم فوجئ بالباب يفتح من الخارج، ووجد أمامه صاحب السيارة، اندفع نحوه وقفز هاربا، جرى حتى صار على بعد بضع عشرات من الأمتار. لم يحاول صاحب السيارة اللحاق به، لعله أدرك أن هذا الشاب ما كان يريد أن يسرق، وإنما كان يريد أن يتسلل إلى سبتة المحتلة. قد يكون ضحك ساخرا، إذا كان ذاك ما دفعه إلى المخاطرة فإن الحظ لم يحالفه. يومها رفض الإسبان السماح لهذه السيارة بالدخول. توقف عمر ليسترجع أنفاسه، أيقن أن لا أحد لاحقه. جال بنظره من حوله فرأى الديوانة، وتفطن إلى أن الذي حدث أن تلك السيارة التي تسلل إليها لم يسمح لها بالدخول إلى سبتة، وعادت من حيث أتت. جلس يتأمل، قال لنفسه إنه لن يفلح في العبور إلى سبتة بعد أن لم يوفق في ذلك، وأن الفرصة قد لا تتاح له ثانية. أحس بالشوق إلى أمه وإلى مكناس. كان في أوراقه رقم هاتف صديق له، وفي جيبه بضعة دراهم. اتصل بصديقه ذاك وأحس به وقد فاجأه ذاك الاتصال. علم منه أن أمه تبحث عنه، ولما سأله عن المعلم المختار، وبينما كان يتوقع أن يبلغه بأنه عثر عليه مقتولا، أخبره بأن الرجل يزاول عمله بشكل طبيعي، وأدرك أن هروبه لم يكن ضروريا، وأن عليه أن يعود وأن يبحث عن عمل يمكنه من الزواج من ابنة الجيران عائشة. مساء ذلك اليوم، بعد أن تدبر أمره وحصل على ما يكفيه لشراء تذكرة السفر، ركب حافلة انطلقت من الفنيدق متجهة إلى مكناس. بدا له كل الذي حدث كابوسا وقد أفاق منه.